خبر مهم وعاجل، أعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها لجمهورها بسبب عرض حوار مع البلوجر هدير عبد الرازق في برنامج شايب الياسمين، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت مجموعة قنوات النهار في بيان من شوية إنها فتحت تحقيق في نشر محتوى الحلقة، وبتأكد تمسكها بالقيم والعادات وهو النهج اللي ماشي عليه من بدايتها. طيب خليني افكركم بحكايه هدير عبد الرازق. اوتاكا وهدير عبد الرازق قصه حب ما كملتش اسبوعين، وبعد ما طلعوا واعلنوا علاقتهم لكل الناس بيهددها بفيديوهات بتجمعهم، وقال ان لو الفيديوهات دي طلعت يعني هتكون ترند طول حياتها. واكيد كلنا عارفين الازمه الكبيره اللي مرت بيها هدير عبد الرازق الفتره اللي فاتت، وقصه الفيديوهات اللي اتسربت لها مع طليقها، لكن هدير قدرت ان هي تتخطى كل اللي حصل بسرعه ورجعت للسوشيال ميديا من جديد. ومش بس كده، دي كمان فاجأت متابعيها قصه حب جديده بتعيشها مع البلوجر محمد اوتاكا، واعلنوا ارتباطهم قدام كل الناس على السوشيال ميديا ونشروا فيديوهات كتير بتجمعهم. وهدير قالت انها مبسوطه وان اوتاكا هو العوض الحقيقي، اما اوتاكا بقى فقال ان هو مش فارق معاه اي حاجه بتتقال عنها وان هو بيحبها وقابلها زي ما هي، وقال كمان انه كان يتمنى يقابلها من كام سنه فاتوا. وخليني اقول لك ان اوتاكا كان من اول الناس اللي دفعت عن هدير وسندوها وقت ازمتها، ومن وقتها وبقوا صحاب ودخلوا في علاقه، لكن احب اقول لك ان كل المشاعر اللطيفه دي اختفت فجاه، وهدير ظهرت من جديد وقالت انهم انفصلوا وطلبت من الناس ان هم ما يجيبوش سيرته تاني. اما اوتاكا بقى فطلع وقال ان هدير اكتر واحده اذته في حياته وانها دمرته، وانه بالرغم من انه اكد كده ان هي كمان خانته ولا كذبت عليه وكانت تتمنى له الرضا ترضى، والناس ما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل بينه وبين بعض، وكمان ممكن يكون اللي حصل من ايه بس ارتباطهم. ولحد هنا نقدر نقول ان هما الاثنين ما كملوش، لكن الموضوع خد شكل تاني خالص لما اوتاكا طلع في فيديو جديد وقال ان هو عنده فيديوهات بينه وبين هدير لو نزلها هما الاثنين هيبقوا ترند لسنه كامله، وان هو مش عايز يطلع الفيديوهات دي بمزاجه. وكلام اوتاكا ده خلق حاله كبيره من الجدل، الناس ابتدت تسال عن نوعيه الفيديوهات اللي هو بيتكلم عنها واللي لو طلعها هتخلي هدير حديث للناس. ومن بعدها هدير عبد الرازق ظهرت مع ياسمين الخطيب والاول مره بعد ازمه الفيديو اللي اتسرب لها، وبدات ان هي تحكي عن كل اللي حصل بعد تسريب الفيديو، وقالت ان اللي معاها في الفيديو ده كان جوزها وانهم كانوا لسه عرسان جداد ومسافرين، وكانت كده لحظه طيش وما كانتش في وعيها. ولما عرفت ان في تصوير كان الفيديو اتحذف من على تليفونها، والموضوع مر عليه اكتر من 3 سنين وانفصلت هي وجوزها. كمان فجأة وبدون مقدمات لقيت أختها بتقول لها على الفيديو ده، ومش عارفة مين ممكن يكون عمل فيها كده أو جاب الفيديو منين، لكن الموضوع ما فرقش معاها كتير لأن هي ما غلطتش زي ما هي بتقول. ودينا شفناها في برامج كمان، وخليني أقول لك إن الغريب في القصة دي إن الفيديو ده ما وقفش حالها، بالعكس دي تقول إن بعد انتشار الفيديو ده جالها عرسان ما لهمش اخر من جوه ومن بره مصر، ومش رجاله اي كلام لا، دي قالت ان هم